الحقيقة في مسرحية جديدة منتظرينها الصفحة الرسمية للمهرجان العالمين بتواصل طبعا عبر الفيسبوك الترويج للفعاليات المختلفة للمهرجان في دورته الثانية، والصفحة الرسمية أعلنت عن مسرحية التلفزيون، والحساب الرسمي للمهرجان كتب إن في زوجين بيجدوا تلفزيون سحري في طرد قرص ليهم، وبيجدوا نفسهم بداخل التلفزيون وبيتنقلوا بين القنوات والتفاصيل المختلفة وبيتحكم في حياتهم طفل صغير. العرض المسرحي هيكون أيام 15 و16 و17 أغسطس ومن بطولة النجوم أمي سمير غانم وحسن الرداد ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العالمين. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا الفنان أحمد فهيم، وهو كمان أحد المشاركين في العرض. برحب بيك، وعايزة أتعرف في البداية عن المسرحية وعن دورك فيها الفنان أحمد فهيم. أهلا بحضرتك، وكل سنة وحضرتك طيبة، وكل مشاهدي برنامج حضرتك والقناة الأولى بخير وسعادة. وحضرتك بخير، الله يحفظك يا فندم. والله الحمد لله، يعني لينا الشرف إن احنا يبقى عندنا في بلدنا مصر الجميلة مهرجان بقيمة مهرجان العالمين في المدينة الجميلة، المدينة الساحلية الساحرة في الساحل الشمالي، ودي حاجة يعني كلنا بنفخر بيها إن يبقى عندنا مهرجان بقيمة مهرجان العالمين. إن شاء الله المهرجان في دورته الثانية يكبر ويكون من أهم المهرجانات. يعني المسرحية تعرضت قبل كده في المملكة العربية السعودية، وبتتعرض المرة دي في مهرجان العالمين. زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي ان هو زوجين وبيدخلوا في تلفزيون وبنشوف الاحداث بقى اللي بتحصل. يا رب نقدر نطفي بسمه وبهجه على كل المصطفين وكل الزوار في مدينه العالمين الجميله، ويا رب نكون اضافه في المهرجان باذن الله بالمسرحيه التلفزيون ان شاء الله. عايز اعرف اكتر طبيعه دورك في المسرحيه، يعني عارفه ان حضرتك ممكن تكونوا لسه في بروفات، لكن هل في اي حاجه ممكن تقولها لنا حصريه في الكواليس بتحصل دلوقتي وعن دورك كمان؟ والله احنا دلوقتي في الكواليس بنحضر عشان عندنا بروفه، احنا ان شاء الله هنعرض 15 16 17، فاحنا دلوقتي في المسرح بالفعل عندنا بروفه بعد ربع ساعه في المسرح. دوري يعني ان شاء الله يعني ببقى ضابط وبيدخل بالبيت وبيحاول يعمل شويه حاجات عندهم، وبيتفاجئوا بوجود ضابط في بيتهم، ويعني مش عايز برضو احرق الحداث، بحس ان الجمهور اللي يجي ان شاء الله يتفاجئ بحاجه كويسه. يا رب نقدم اضافه ونكون بنعمل حاجة كويسة ونطفي بسمة على زوار مدينة العالمين الجميلة إن شاء الله. إن شاء الله متوقعين عرض ناجح. لكن الفنان أحمد فهيم، أعمالك الفنية القادمة إيه؟ بعد ما تخلص المسرحية في مهرجان العالمين يا ترى بتحضر إيه للجمهور؟ إن شاء الله بإذن الله إحنا بنحضر رمضان بإذن الله، رمضان 25 بإذن الله، في أعمال درامية إن شاء الله، في حاجات معروضة إن شاء الله. أنا في مرحلة القراية دلوقتي وبإذن الله أتوفق في حاجة كويسة، بس أوعدكم إن شاء الله إن في شهر رمضان هتشوفوا عمل درامي قوي بإذن الله، وهتشوفوا أعمال درامية كتيرة السنة دي كويسة بإذن الله. يا رب بدعي من ربنا إن صناعة الدراما في مصر تتقدم والفن المصري يفضل رائد في الوطن العربي كله بإذن الله. الفنان أحمد فهيم، نتمنى لك التوفيق، وأكيد منتظرين أعمالك الفنية في شهر رمضان، ومنتظرين كمان المسرحية اللي هتتعرض في مهرجان العالمين الجديدة. بشكرك شكرا جزيلا.